ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم فيديو جديد على قناة عالم هند وفاتي. بالنسبة للوصفة اللي نحضر معكم اليوم هي وجبة غداء كفتة ديال السردين في الطاجين اللي كتجي رائعة. بالنسبة للمكونات، المكون الرئيسي هو السردين. باش ما نضيعش معكم الوقت ويطول عليكم الفيديو، درت نقيته مزيان وطحنته على شكل الكفتة. عندنا 4 طماطيشات كبار مطحونين. بالنسبة للتوابل، ملعقة صغيرة من الكركم خرقوم، ملعقة صغيرة مملوءة من الملحة، ملعقة صغيرة مملوءة من التحميرة أو البابريكا، عندنا ملعقة صغيرة من الكمون، ملعقة صغيرة من الثوم، عندنا ملعقة صغيرة من القزبر يابس مطحون، عندنا نصف ملعقة من الفلفل الأسود السودانية، عندنا القليل من الماء، عندنا زيت الزيتون، عندنا كمية من القزبر المعدنوس، المعدنوس يكون غالب على القزبر، وعندنا زلافة صغيرة من الروز مسلوق. أول شيء كنوضعو الطماطم في الطاجين، كنضيفو ليها شوية القزبر المعدنوس، كنضيفو التوابل، بالنسبة للثومة ما غنضيفهاش كاملة، غنضيف غير النصف ديالها. كنضيفو القليل من زيت الزيتون، كنكونو مشعلين عليها النار، نار مهيلة. دابا غادي نخليوها تغلي مزيان ونطلقها. دابا غادي ندوزو نوجدو الكفتة ديال السردين. عندنا هنا كنضيفو الروز، ضروري ما نسلقوه، كنضيفو القزبر المعدنوس، كنضيفو التوابل والثومة مدقوقة. بالنسبة للتوابل، نفس التوابل اللي ضفنا في الشرمولة ديال المطيشة. كنضيفو القليل من زيت الزيتون، كنخلطو الخليط كامل. دابا بعد ما جمعناهم كاملين خلطناهم، غادي نكورو على شكل كويرات. دابا بعد ما كورنا كفته ديال السردين ها نتوما، دابا غادي نضيفو كميه ديال الماء، قليل من الماء يكون دافي. هاش المرة ديالنا غلات مزيان، غنضيفو كمية قليلة من الماء يكون دافي. دابا كنضيفو الكويرات ديال السردين، دابا بعد ما عمرنا الطاجين قديناه، دابا كنضيفو حامض المصيه، وضروري ما تضيفو العصير ديال الحامض في الحوت غير ما ذكرتوش ليكم. كنضيفو الحامض المصيه، كنضيفو فلفله حاره، كتبقى اختياريه، وكنغطيو عليه ونخليوه يطيب. ها الطاجين بعد ما وجد، ها نتوما كيجي خاتم، كيجي لذيذ. كنتمنى نال اعجابكم وصفه اليوم. صحه غداكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.